كنشوفوا في يعني في المساهمه كذلك انه لا يعقل، لان خصنا التوازنات، لا يعقل انه هذاك الشغيل اللي عنده السميك ولا عنده هذا وكيخلص 300 ديال الدرهم يعني في الشهر، وواحد اخو مخبي فراميد وكيربح 10000 ولا 20000 درهم وكيخلص باش تخلص عليه الدوله 150 درهم ولا 200 درهم. خصنا يعني دو توت فاسون هذا الشيء يعني هذه المنظومه الجديده غادي تبين، لانه هذا الشيء راه جا في واحد العدد ديال التقريرات بانه الرميد يعني كاين بعض المسائل اللي هي ماشي موضوعيه، وهذا الشيء غادي يبان اللي هو في المستوى، وخصو يعني انه الدوله غادي تساهم عليه هما الكثير، وكاين واحد العدد اللي باقيين على برا ما دخلوش الرميد اللي تا هما يستاهلوا، خصهم هما يدخلوا، ولكن اللي هو يعني غير سالت الداخل من الاحسن انه يخرج بوحده، لان ماشي بلاصتو هذيك تماك، خصو يمشي يعني لواحد المنظومه اللي هي موجوده، وهذا الشيء كله باش نحافظوا على واحد التوازن، لان هذا يعني هذه المنظومه فيها واحد التوازن، خصك تخلص، خص كل شيء يخلص باش واحد يقدر يداوى. اون بلوس كل واحد خصو يخلص على حسب المدخول ديالو، واللي ما عندوش الدوله كتخلص عليه، وحنا غاديين في المنظومه، الا مشات شي حاجه فلتات من هذه المنظومه، المنظومه كلها باي ديزيكيليبغي، وواحد النهار لو سيستيم ما غاديش يخدم، وحنا غادي نوقفوا عليه ان شاء الله باش يبقى خدام وباش يزيد للامام.